أشهد أن لا إله إلا الله، فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأن هذا القرآن روح، فهو سبب حياة هذا الإنسان، وهو سبب حياة هذه الأمة من حيث هي أمة، وهو سبب حياة القلوب. لا يموت قلب خالطت نبضاته آيات القرآن، ولا حياة لقلب غفل عن القرآن وما وقف مع القرآن. قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.